صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. كما سبق، أنواع العبادة كثيرة، ومنها ما هو على اللسان مثل التسبيح والتهليل والتكبير والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها ما هو على القلب مثل الخوف والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة، فهذه من أعمال القلوب. ومنها ما هو على الجوارح مثل الصلاة والصيام والجهاد، لما تتحرك به الجوارح، فكل شيء عليه عبادة. أنواع العبادة كثيرة، ومنها التوكل، هو تفويض الأمور إلى الله عز وجل والاعتماد على الله دون ما سواه، ومع بذل الأسباب النافعة والجمع بين التوكل على الله وفعل الأسباب النافعة. هذا هو سبيل المؤمنين، لا يتوكلون على الله فقط ويتركون الأسباب، ولا يفعلون الأسباب ويعتمدون عليها ويتركون التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، في سورة الفاتحة: إياك نعبد، هذا خطاب لله جل وعلا، دعاء عبادة، دعاء، لأن الفاتحة كلها دعاء، أولها دعاء عبادة وآخرها دعاء مسألة وطلب حوائج من الله سبحانه وتعالى. فإياك نعبد هذا حق لله سبحانه وتعالى، حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إياك نعبد هذا حق الله سبحانه وتعالى، وإياك نستعين هذا حق العبد على الله بأن يعينه وأن يسدده في أقواله وأفعاله، فهذه بين العبد وبين ربه، لربه العبادة وله على ربه الإعانة والتوفيق. نعم. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس رضي الله عنه: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله ولا تستعن بغيره. والاستعانة كما هو معلوم على نوعين: استعانة لا تكون إلا بالله، وفيما لا يقدر عليه إلا الله، ما لا يقدر عليه إلا الله لا يستعان إلا بالله في طلبه. النوع الثاني الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق، لأن تطلب من شخص أن يعينك على سداد ديونك أو يقرضك أو أن يبني الجدار معك أو أن يرفع معك المتاع، هذه استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، والله أمر بهذا. قال سبحانه: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. مثل المسلمين في تراحمهم وتعاضدهم، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم تعاضدهم كمثل الجسد الواحد، تعاونوا فيما بينهم،
فالاستعانة على قسمين: استعانة لا تجوز إلا بالله وهي فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل شفاء المرض والرزق، الرزق من الله وغير ذلك، واستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، ولا يستعان بالغائب ولا بالميت، إنما يستعان بالحي الحاضر الحاضر القادر على إعانتك. هذه الشروط. نعم. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الاستعاذة هي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، الاستعاذة من العوذ وهو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وأخطر ما يستعاذ منه الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتطلب من الله أن يعيذك منه وأن يحميك منه وأن يدفع شره عنك، ولا يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى. فالاستعاذة نوع من أنواع العبادة، وهي في ما يخاف العبد منه فيلجأ إلى الله أن يحميه منه ويدفع عنه المكروه ويدفع عنه عدوه. نعم. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قل أيها الرسول، هذا خطاب للرسول، قل أعوذ برب الفلق، فلق الإصباح، حينما ينفلق الإصباح، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، فالق الإصباح، أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، تعوذ بالله من شر المخلوقات، لأن المخلوقات فيها ما هو خير وفيها ما هو شر، فأنت تستعيذ بالله من شر كل ذي شر من مخلوقاته، ولا يقدر أن يمنعك من شر الناس إلا، أو شر الشياطين، شر الجن، إلا الله سبحانه وتعالى، من شر ما خلق، من شر النفاثات، السواحل والسحرة، نفاثات في العقد، عقد الخيوط، الساحر أو الساحرة يعقد الخيط ثم ينفث فيه ويستعين بالجن والشياطين على أذى من يريد أذاءه فيصيبه بإذن الله، والسحر له حقيقة موجود ويؤثر بالمرض أو بالموت، هذا السحر الحقيقي. وأما السحر التخييلي، هذا القمرة التي تري الناس شيئا على غير حقيقته، هذا سحر تخييل، كسحر آل فرعون، سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، تخييل هذا لا حقيقة له. فالسحر بنوعه خطير جدا، ولا يعيذك منه إلا الله سبحانه وتعالى، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، تمني زوال النعمة عن المحسود، هذا هو الحسد، وهذا مذموم، وهذا أول ما حصل من إبليس مع آدم عليه السلام، حسده وأبى أن يسجد له مع الملائكة، حسد. اليهود حسدوا محمد صلى الله عليه وسلم، حسدوا العرب على هذه الرسالة، لأنهم يريدون احتجاز الرسالة في بني إسرائيل، كما أنهم يريدون الجنة أيضا لليهود فقط، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، حتى الجنة بيحجزونه من الحسد، ولا يريدون للناس الخير، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هذا في شأن اليهود. وكذلك من اتصف بهذه الصفة من المسلمين، الحسد داء قاتل، والحاسد لا يضر إلا نفسه،
ولا يقدر أن يمنع نعمة الله على عباده، ولا يقدر أن يمنع الرزق، ولكنه يضر نفسه بالحسد. وأما تمني أن يعطيك الله مثل أخيك هذا طيب، هذا سمى القبطة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فعلم وعلم، ورجل آتاه الله مالا فأنفق منه في سبيل الله فيتمنى أن يكون مثل أخيه، تمنى أن يكون عالما ليعمل مثل أخيه، تمنى أن يكون غنيا ليعمل مثل أخيه، يريد الخير. فهذا الغبطة ولا بأس به، لأنك لا تتمنى زوال النعمة عن أخيك، وإنما تمنى أن يحصل لك مثله. نعم. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس، الذي هذا فيه الاستعاذة بالله من الوسوسة التي يوسوس بها شياطين الإنس والجن، وهي داء ومرض قاتل مقلقة ومزعجة للإنسان إذا استرسل مع الوساوس، لا يتمكن من عمل، لا يتمكن من عبادة، لا يهنأ برزق من الوساوس والعياذ بالله. الوساوس التي تطرأ على الإنسان هذه من الشيطان، ولا يعيذ منها إلا الله جل وعلا رب الناس. استعيذ برب الناس من شر الوسواس، وهو الشيطان. الوسواس بفتح الواو الشيطان، والوسواس بكسر الواو هي التوهمات والشكوك. من شر الوسواس الخناس، الخناس الذي يبعد ويتباعد، فهو وسواس إذا غفل الإنسان وسوس له، وخناس إذا انتبه الإنسان واستعاذ بربه انخنس عنه وابتعد. شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، قد يكون الموسوس من الجن وقد يكون من الناس، من الجنة والناس، أو أن الشيطان يوسوس للآدميين ويوسوس للجن أيضا. نعم. فأنت تستعيذ بالله من شر الوسواس الخناس. فهاتان السورتان عظيمتان، سورة الفلق وسورة الناس، هذه الاستعاذة بالله من شر السحرة، وهذه الاستعاذة بالله من شر الوسوسة والموسوسين. نعم. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة طلب الغوث، ولا تكون الاستغاثة إلا في الشدة، بخلاف الاستعانة. الاستعانة أوسع، تكون في حالة الرخاء، لكن الاستغاثة إنما تكون في حالة الشدة، وهي على نوعين: الذي لا يقدر عليه إلا الله لا يستغاث إلا بالله عز وجل، الذي يقدر عليه المخلوق تستغيث به، كما استغاث الإسرائيلي بموسى عليه السلام، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فموسى من بني إسرائيل، وهذا الرجل الذي ضارب أو قاتل الإسرائيلي هذا من آل فرعون من القبط. ومر موسى عليه السلام وإذا رجلان يقتتلان، يعني يتضاربان، فاستغاثه الذي من شيعته، استغاثه الإسرائيلي على الذي من عدوه من آل فرعون، فوكزه موسى بيده، ضربه بجمعه مرة واحدة لأنه قوي عليه الصلاة والسلام، فوكزه موسى فقضى عليه. فهذا فيه الإغاثة من المخلوق فيما يقدر عليه وينقذ أخاه ويدفع عنه كيد عدوه. نعم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الذبح هو التقرب إلى الله عز وجل بذبح القرابين من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، تقرب إلى الله.
وإبراهيم عليه السلام أمره الله بذبح ابنه تقربا إلى الله وامتحانا لإبراهيم، فإبراهيم أراد التنفيذ، أراد التنفيذ وأضجع ابنه وأهوى بالسكين إلى حلقه ممتثلا أمر الله مقدما طاعة الله على محبة الولد، ابتلاء وامتحان. الله ما يريد منه أنه يذبح ابنه، وإنما يريد أن يبتليه ليرى ويعلم سبحانه إخلاصه لله، فنفذ عليه الصلاة والسلام. ولما لم يبقى إلا الذبح منعه الله منه وفدى إسماعيل بذبح عظيم، فصار السنة في ذرية ذبح لله عز وجل والتقرب إلى الله بالذبح صار سنة في ذرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فالذبح على وجه التقرب والعبادة لا يكون إلا لله، لا يجوز الذبح لغير الله، شرك أكبر. الذي يذبح لغير الله هذا شرك أكبر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فلعن هؤلاء على هذه الجرائم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. والشاهد لعن الله من ذبح لغير الله، يذبح لغير الله، يذبح للجن، يذبح للشياطين لدفع شرهم، يذبح للموتى والأضرحة، هذا شرك أكبر والعياذ بالله، لأن الذبح على وجه التقرب خاص بالله، لا يتقرب لأحد بالذبح إلا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فقرن الذبح مع الصلاة، كما أنه لا يصلي لغير الله لا يذبح لغير الله. قال تعالى: فصلي لربك وانحر، قرن النحر مع الصلاة أيضا. لا يجوز الذبح للقبور ولا للأضرحة، هذا شرك أكبر يخرج من الملة، لأنه نوع من أنواع العبادة، والعبادة حق لله لا شريك له فيها. نعم، والله.